بوجوبهما. أما من ترك الصلاة متعمدا قد دلت الأدلة من القرآن والسنة على كفره، أنه خارج من الملة، حتى يتوب إلى الله ويحافظ على الصلاة. وأما من منع الزكاة فهذا منع ركنا من أركان الإسلام، فعلى ولي الأمر أن يأخذ منه الزكاة قهرا، عليه أن على ولي الأمر أن يأخذها منه قهرا وأن يضعها في مستحقيها، لأنها حق واجب عليه، فإذا امتنع كان لولي الأمر أن يأخذها وينتصر للمظلوم من الظالم، حتى ولو بالقتال، كما قاتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه مانع الزكاة. نعم.